والخير لإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، من فوائد قصة أصحاب الكهف فائدة عظيمة ونفيسة، أرجو أن ترعوا لها أسماعكم وأن تحضروا لها قلوبكم، فإنها من أعظم الفوائد ومن أجلها، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كيف ذلك؟ الفتية، أولئك الفتية المؤمنون الذين تركوا قومهم وتركوا ما هم عليه ولجأوا إلى الكهف، أرادوا أن يظفروا بأعظم أمر وهو دين الله سبحانه وتعالى، لأن الحياة بدون إيمان لا تساوي شيئا. إذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. الحياة في كنف طاعة الله عز وجل خير من الحياة بعيدا عنها. نحن نتحدث عن فتية، قال بعض العلماء أنهم من أبناء الأكابر، وقال بعض العلماء أنهم من أبناء الملوك، ومع ذلك تركوا الدنيا وزينتها وزخرفها حتى يذهبون إلى هذا الكهف المظلم الموحش الذي غالبا يكون فيه الأذى وتكون فيه الدواب ونحو ذلك، لكنهم قالوا نفر بديننا ونحافظ عليه حتى نلقى الله جل وعلا، لأن فلاحنا لن يكون إلا في توحيد الله سبحانه وتعالى. وكانوا يرون أن الحياة في كهف مظلم مع الإيمان بالله وطاعته خير من الحياة في القصور والدور مع الكفر بالله سبحانه وتعالى، وفعلا هذا هو الحق، لأن الإنسان مهما بذل، مهما ملك، مهما عمل، إذا لم يستقر الإيمان في قلبه ستستقر الوحشة وسيضطرب فؤاده، وعند ذلك لن يرى الحياة الكريمة التي جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين. إذن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعوض الله هذه الفئة المؤمنة بأن خلد الله ذكرهم وتاريخهم للعالمين، وجعلهم الله عز وجل آية وعلامة، وأيضا بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم حافظوا على دينهم، وما عند الله جل وعلا خير وأبقى لأولئك الفئة المؤمنة. وهذا حينما نتأمل في تاريخ الناس يستقر هذا المعنى، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي الحور شاء. إذن هو ترك هذا الغيظ وترك وكظمه وهو قادر على أن يمضيه. لماذا تركه؟ لأنه يريد ما عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل يوم القيامة يدعوه على رؤوس الخلائق ويخيره من الحور أيها شاء. أيضا حينما نتأمل في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، مصعب بن عمير كان يعيش في الكفر في ثراء وفي خير، ولكنه خرج من هذا كله، وأقسمت أمه ألا تعطيه شيئا حتى يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم، فمات هذا الشاب الذي كان مشهورا بين قومه بالترف، حتى كان الناس يتحدثون عن نوع الحذاء الذي يلبسه، ويقولون إذا مر بطريق كان مصعب بن عمير تشم رائحته أنه مر بهذا الطريق، ومع ذلك تركها وانخلع منها. أتي إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بطعام فقدم بين يديه، ثم قال: قتل مصعب بن عمير وكان خير مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة. وهذا دليل على أنه انخلع منها وتركها، يريد ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة. وأعظم ما يجعل العبد يستشعر هذا المعنى، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أن يعلم العبد أن الأمر كله بيد الله. ترى الخلق الذين حولنا مهما عظمت منازلهم ومراتبهم ومهما أصبحت لديهم قوة، هم لا يعملون بأمر خارج مشيئة الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن.
الله جل وعلا إذا أراد أن يحفظك فلن يستطيع أحد أن يصل إليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا إذا استقر في ذهن العبد أن الرزق بيد الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه حقيقة يجب أن تدركها. أنت الآن في عمل ثم حدث بينك وبين صاحب العمل خلاف، فتجد نفسك قلقة ومضطربة على الرزق وعلى المستقبل وعلى نحو ذلك، لا تقلق من هذا الأمر، لن يموت أحد قبل أن يستكمل رزقه وأن يستكمل حياته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. إذا كان العبد يعلم هذا الأمر فليوقن أن الله عز وجل إن كتب له خيرا سيأتيه، وإن صرف عنه شرا سيصرفه، وهذا أمر مقدر عند الله جل وعلا. فلا ينبغي للعبد أن يضطرب قلبه، بل عليه أن يحسن الظن بالله ويقول: ما عند الله خير وأبقى، وغدا يكون أفضل وأجمل بإذن الله جل وعلا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان.